بيبدو أنه الذكاء الاصطناعي فعلياً جالس يدخل في تفاصيل حياتنا وحتى اللي ما كنا نتخيل أنه ممكن يتواجد فيها. فخلاص إحنا بنشوف الذكاء الاصطناعي في العمل، في المنزل، في التعليم، في الصحة، بس اليوم كمان الذكاء الاصطناعي دخل في السياسة. ففي عدد من الفنانين أو من الفنانين في دنمارك فعلاً أسسوا حزب جديد اسمه الحزب الاصطناعي، ورئيس هذا الحزب مرتبط باسمه أصلاً، يعني هو حزب اصطناعي وزعيمه عبارة عن روبوت بيعمل بالذكاء الاصطناعي واسمه لارس، يعني زعيم حزب سياسي في الدنمارك عبارة عن روبوت. وأبشركم الحزب اللي بيقود الروبوت رح يشارك في الانتخابات التشريعية المبكرة اللي رح تصير في الدنمارك في الأول من نوفمبر. والروبوت لارس عبارة عن مزيج من المواقف السياسية والأفكار الديمقراطية المستقلة اللي طرحتها الأحزاب الصغيرة في الدنمارك واللي ما بتقدر تشارك في الانتخابات التشريعية. وعلشان كده مؤسسي الحزب جمعوا كل بيانات تلك الأحزاب اللي قبل 50 عام وزودوا الروبوت فيها. يعني روبوت لارس زعيم الحزب الاصطناعي ما هو روبوت عادي، لا، نحن بنتكلم على روبوت عنده خلفية سياسية مو عادية ومختلفة عن كل شيء سبقها. ورح يعمل الروبوت محادثات بينه وبين الناخبين، وعلى أساسها رح يعلن عن برنامجه ويحدد التوجهات. وبيتوقع أعضاء الحزب أنه كل العالم رح يعرف من بعد هذه الخطوة أهمية الذكاء الاصطناعي في الحياة بشكل عام والسياسة بشكل خاص. وقالوا أنه أكيد الدنمارك رح يتفاعلوا مع الحزب الجديد ورح يحصل على مقعد في البرلمان.